سيارة 8 اسطوانات همي 6.2 لتر بولد 707 حصان والتورك تبعه 650 على 4000 برمل. وتخيلوا السوبر تشارج بيسحب هواء 30000 لتر بالدقيقة. موصول بعلبة غيارات اوتوماتيكية تورك فلايت من 8 سرعات. وهيدي العلبة الغيارات توزع العزم على الإطارات الخلفية يلي راكب عليها رينجات 20 انش. أجهزة التعليق بالسيارة رياضية SRT معدلة بعدة وضعيات للشارع للقيادة الرياضية وحتى للقيادة على الحلبات. وإذا بتشوفوا الواجهة الأمامية بتعرفوا إنها مستوحاة من سنة 1971 من التشالنجر يلي كانت هذيك الأيام. وأكيد هذه السيارة كنا بنعرف إنه فيها مفتاحين. لما بيكون معك المفتاح الأحمر بيكون عندك كل الطاقة الحصانية المتوفرة بالسيارة تحت تصرفك. وإذا عندك المفتاح الأسود بيكون عندك تقريباً 450 إلى 500 حصان فقط لا غير. التحكم بالسيارة بأنظمة التعليق وبقوة السيارة كله بيتم من هالشاشة. فيك تحطها على الإيكونومي شوفها صارت كلها خضراء. فيك تحطها على الكاستم يلي هو أنت بتحضر سيارتك مثل ما أنت بترتاح فيها. الحلو كمان نظام الفالي باركينج يلي فيك تحدد سرعة السيارة وقوة السيارة من خلال أربع أحرف سرية. بتصير السيارة قوتها 300 حصان فقط، الدورات المحرك أقصى حد 4000 لفة بالدقيقة 300 حصان فقط، الجير بوكس ما بيطلع من الجير أول، السيارة بتطلع بس جير تاني، واللانش كنترول بتكنسل كليا.